ثانوي في الأبيض. طب برضه إيه مفهومكم عن السي آر تي وأنت عاوزين إيه؟ عاوزين تعرفوا إيه عن السي آر تي؟ إيه اللي عاوزين تعرفوا؟ قلنا البي دي، وأعتقد في البي دي أنتوا عرفتم معظم المعلومات اللي كنتم طالبينها في البي دي. برضه عاوز أعرف إيه أنتوا عاوزين تعرفوا إيه؟ برضه الإنديكيشن الديكيشن التكنيك بتاعها التكنيك بتاعها التكنيك كويس سؤال سهل الديكيشن والتكنيك الكومبليكيشن تايبس ممتاز والكومبليكيشن في احلامك هي موجودة اصلا ولا في احلامك انت موجودة فيها موجودة فيها موجودة فيها الكوست بتاعتها الكوست بتاعتها اهم حاجة التكنيك الاسلك المكنة اهي المعجزة هتيجي وهتشرحها حلو زي ما شرحنا زي ما شرحنا المانوال هتعرفها كل حاجه الكوست بتاعتها كام الكوست بتاعت اللاين بقى ذات نفسها وال وهنعرفها الكوست اكسبنس انا عارف انك مش عارف بس بقى فليز ده اوبشن موجود اوبشن هي نفسها هي نفسها الماكينه دي بتعمل بتعمل بلازما فليز في تاني ايه اللي عايزين تعرفوه تاني عن السي ار ار تي؟ ليه هي قليلة قوي كده في المستشفيات؟ حتى لو موجودة بيبقى ناقص حاجة وما بتشتغلش. نفس فكرة البي دي، نفس فكرة البي دي. ليه ليه تشغيلها قليل واستعمالها قليل؟ هسألك سؤال تاني بقى. نفس الكلام اللي احنا قلناه في البي دي. حد معاه ماجستير؟ درست السي ار ار تي؟ ماستر الكلى غير بعد ما يعمل ماستر بطن ماستر الكلى نفسه ماستر الكلى نفسه ما فيش فيه بيجي يا نهار ابيض ايه تاني؟ لا في البي دي صح خطيه زي ما الدكتور قال مصحة خطيه انا اعتقد النهارده المعلومات اللي خدتوها والاسبكت اللي دخلت في دماغك بعد البي دي اللي عندكم اكثر من مكتوب في الكتاب. التخيل عندكم في البي دي اللي موجود في الكتاب انت مش هتطلع عنه. هيبقى لما هتضطر تدور على مصدر اوسع وتعرف منه داتا اوسع عن البي دي. برضه ايه اللي انتوا عاوزين تعرفوه؟ الدكتور لما كان واقف بيتكلم معانا على موضوع السي ار تي مستشفى الربوع المركزي أصاب نقط مهمة جدا. How to create a team. إزاي نعمل تيم؟ إزاي انشيت بروجرام؟ إزاي أعمل برنامج؟ إزاي أشغل برنامج؟ الكوست الكوست بتاعي الكوست بتاع السي ار تي الكوست غالي ليه؟ وإزاي أتغلب على الكوست؟ كل دي نقط المفروض إن إحنا كلنا هنتكون عليها. في محاضرة انتوا سمعتوها أول يوم عن الـ CRR دي، مين اللي حضرها؟ هشام 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 طيب حضرتوها؟ طيب قول لي فهمت منها لا هو هتكلم في حاجات كتير قوي بينه وبينه أنا عارف أنا هتكلم في حاجات هتكلم على أنا هتكلم على 20 أيتم أنت لو طلعت الخمسة يبقى كويس تمام دكتور حسين اتكلم على أيتم كتير أنت فهمت منها إيه؟ الهيموفلتريشن العادي اللي هو والانديكيشن بتاعته وقال على الفينو فينوس وقال على اتكلم شويه كده برضه على السنجل نيدل وعلى السكسيميا والفلتر بتاع السكسيميا اللي هو عمل في معهد القلب كذا يعني انت عاوز تقول ان انت فهمت الترمينولوجي بتاع السي ار ار تي كم واحد فيكم فاهم الترمينولوجي بتاعت السي ار ار تي؟ ايه الفرق بين الاستوب والتنس التر فلتريشن؟ الكونتينو فينو فينوس هيموفلتريشن الكونتينو فينو فينوس هيموداياليسيس والكونتينو فينو فينوس هيموداياليسيس كم واحد عارفه؟ مش واضحين نعم مش واضحين طبعا مش واضحين طيب السؤال الثاني اصبر ما انا هقول لك الاسئله هي وهشوف بعد ما هتكلم انت فهمتهم ولا لا تمام الدكتور حسين اتكلم على حاجه اسمها هاي فوليوم ولو فوليوم بتاع ايه؟ الهاي فوليوم ريبليسمنت واللو فوليوم ريبليسمنت فاكر الكلام ده بس قاله قالوا بس انت ما خدتش بالك منه لانك انت اصلا ما انتش عارف وما انتش داري بالترمينولوجي بتاع السي ار ار تي يبقى احنا المفروض نتكلم على التايبس على الترمينولوجي البادز والحاجات اللي بنحتاجها فيها كلها
ونتكلم في النهايه عن الكومبليشن بتاعته والادفانتج، وبعدين نتكلم هاو تو كريت بروجرام، وازاي اقدر اخلق برنامج عند السي ار ار تي، وازاي اقدر اكمل. خلاص اول نقطه هنتكلم على البروجكت بتاعتنا ان احنا المفروض هنتكلم على ايه الانديكيشن انت استعملته ادفانس ولا ادفانس. فانا نقطه خارج الاختيار، ابدا بدري ولا ابدا من الاخطر. دراج دوزنج ديورنج السي ار تي والسي ار تي بروجرام، وبعدين نتكون في النهايه كونكلوجن ونعمل تريننج على المكنه نفسها. اول نقطه هنتكلم فيها في سبايد لازم تحفظوه عن ظهر القلب. السلايد ده لازم تحفظوه عن ظهر القلب. وفي اثنين سلايد في البوزيشن دول لو فهمتوهم وحفظتوهم هينتهي هذا الامر. اول واحد بعدين الرايفل. الرايفل كرايتيريا، لما بعمل الرايفل كرايتيريا وبحدد فيها الستيجنج، انا حددت بنركز اكتر معاهم حاجه بسيطه عادي. الله انا بحدد الاستيجن، فالرايفل بحدد الاستيجن، بحدد الاستيجن وبناء عليها ببدا اعرف انا هتحرك ازاي واخد قرارات ازاي. الاستيج واحد اللي هي ستيج اللي هي ايه؟ ستيج واحد بحب اشوف الريسك، يكون في ريسك فور مور سيفير اي بي اي، وبعمل مونيتورنج عشان ما يتحولش عند العيان من اي بي اي 1 من ستيج 1 لستيج كام؟ 2 او 3. اجي في ستيج 2 اللي هي الانجري، بعرف ان انا عندي ريسك اوف ريليتد مورتاليتي وموربيديتي، العيان ده بدات الحياه تبقى تعرض لخطوره، وابدا اعمل ايه فيها؟ اشتغل على الكونسرفيف مانجمنت. ستيج 3 بيكون العيان ده هاي ريسك، عنده هاي ريسك اوف ديس، وببدا هنا احط في بالي ان انا اذا تم وصلت ستيج 3 ممكن هذا العيان احتاج له رينر ريبليسمنت سيرم. مش شرط يحتاج، بس احط في بالي ان ممكن يحتاج. ممكن اجهز دماغي واجهز السيتويشن نفسه عندي لما يحتاج قد ايه ابدا. والنقطه اللي بعد كده وانا بمر في الوورد عندي في القسم الداخلي بتاعي على عيان عنده بي بي اي، سواء بقى كان في قسم الكلى ولا قسم الكارديو ولا التروفوبيليك ولا الجراحه، في خطوات لازم ابص عليها وانفذها من خلال هذا الاسلوب. اول حاجه ابص على الدراجل شارت كويس، ودايما في ظهر الدراجل شارت بلاقي فيه نيفوتوسيتي دايما، خاصه في الاقسام اللي زي العظام وزي العظام. ببص الاقي كاتب فولترين بوس بيجلف هناك، وفي بعض الاقسام تلاقي كاتب مثلا زي الاي سي يو نيفوتوسيتي دراج زي الجنتا ماسك. يبقى لازم اول حاجه ابص على الجسمتين واقول نيفوتوسيتي ايجنت وانبسط. ثاني نقطه من ضمن القول الخصوص اوف اي كي اي اللي هي البري رينا الفوليوم ديبليشن، فلازم اعمل انشور للفوليوم ستيتس واعرف ان المريض بدا عدته الفوليوم بتاعه عشان اساعد في الريكفري بتاع الايه؟ الاي كي اي. ثالث نقطه انشور الهيمودايناميكس ضغط العيان. يبقى اول ما اشوف العيان شوف الزراير شارت بتاعته استيرو الضغط واشوف الهيمودايناميكس. الهيمودايناميكس معناها ايه؟ معناها حاجتين، ضغط العيان ضغط واطي ابدا ارفع الضغط، يا اما عن طريق فوليوم او عن طريق ايه؟ الكتروبيك سبورت. ثالث نقطه مهمه في الهيمودايناميكس ان في بعض الاحيان احنا بنكتب للعيان اس واي ار اس. ما يصحش يبقى العيان في الاي كي ار يقول له اس او اي ار اس. ليه؟ لانها بتقلل او بتاثر على الانترا جرامولار بريشر. يبقى المفروض اوقفها وبعدين لما تبدا ارجع للبيز لاين كدني فانكشن ثاني ابدا ارجعها ايه؟ ابدا ارجعها للعيان ايه؟ ثاني. النقطه اللي بعد كده اعمل مونيتورنج للسيرم الى الهيمو او الجولد. ما يصحش اقف نفرولوجي وورد
واروح اسال الممرضه اقول لها فين اليورين بتاع فين اليورين بتاع العيان كام؟ تقول لي ما اعرفش. وده اللي بيحصل. وبعدين تيجي تكلمها تقعد تفر في الورقه شمال وتفر في الورقه يمين لغايه ما تطلعش الجنبين. مش كده وبس. ترفع الموبايل وتكلم زميلتها اللي قبلها. هو اليورين انت كتبتيه كام ولا في الورقه كام؟ ده معناه ان مش مظبوط. يبقى لازم اعمل مونيتورنج لليورين اوتبوت ومونيتورنج للسير الكرياتينين. ليه؟ لان انا ممكن بناء على الكرياتينين او جي اف ار او على اليورين اوتبوت اتحول من ستيج واحد لستيج اثنين لستيج ثلاثه او ارجع من قبلهم برجع لورا او ارجع لقدام. يبقى انا بحدد الستيج بتاعتي بناء على السير الكرياتينين والجي اف ار او اليورين اوتبوت. جيت بعد كده طالب انفستيجيشن للعيان. يبقى المفروض بدون طالب انفستيجيشن اشتغل على النون انفيسيف. اشتغل على ايه؟ ما نطش على الانفيسيف وانا قدامي وسائل علاجيه اخرى في النون انفيسيف. طب الدكتور طلب طلب سي تي مع كونتراست. ابدا اعمل ايه يا جماعه؟ ما فيش بديل للكونتراست. ما هتزود الاي كي اي. ما فيش بديل ابدا بقى احدد نوع الكونتراست واقلل مينيمايز اوف ريسك اوف ديفلوبنج اي كي اي باستعمال الكونتراست. طب اتزنقت اكتر هستعمل بقى انفيزيف تكنيك سواء كانت بكونتراست او من غير كونتراست او ابدا استعمل الرينال ايه؟ بايوبسي. خلاص العيان محتاج دياليسيس ابدا اجهز نفسي واحول العيان للاي سي يو. مفيش عيان يتعمل له سي ار تي بره الاي سي يو. لازم يتعمل له فين؟ دياليسيس. يبقى لازم اعمل ترانسفير للبيشنت للاي سي يو. هبدا احط اللاينز بتاعتي تمر اللاينز الانسرشن لاينز عشان السي ار تي وافويد ايه؟ السب كليفيال كريستاليزيشن. بلان واضحه مرتبه قدام عينيك. لو مشيت على خطواتك اعتقد ان انت هتاخد خطوات كبيره جدا في سبيل علاج المريض بتاعك. الخطوه السؤال بقى اللي بعد كده ايه الانديكيشن اوف رينال ريبلسمنت سيرجري؟ انا مش هتكلم على السي ار تي، هتكلم انا عين جاي الاستقبال العين ده اغسله ولا ما اغسلوش؟ تقول ايه؟ ممتاز. هنا زي ايه؟ واحد اثنين هايبركاليميا اوفرلود ريزيستنت دايوريتكس يوريميك كومبليكيشن. النقطة اللي قالها في غاية الأهمية. النقطة الأولانية اللي أنا عندي رينال إنديكيشن كلنا حافظينها. لكن في نون رينال إنديكيشن وبخاصة في السي ار ار تي لازم أستعملها. يعني إيه؟ يعني انا جالي عيان عنده فوليوم اوفرلود عنده كونجستيف هارت فيلير كريبتينو 1.5 واديته دايوريتكس كلها بالانفيوجن وعملت كل السبل وما خدش وما نزلش كويس فعملت سي ار تي. واحد جاي بدراج اوفردوز بسلسلين او ميثانول او ميثانول او 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 استعمل له السي ار ار تي. عندنا كمان الناس اللي زي ما انتم قلتوا في الاول اسنس السيبتك اللي هم في سيبتك شوك اوف لاتيك اسيدوزس ممكن استعمل لهم السي ار ار تي يساعدهم في ريموفال اوف سايتوكاينز. الناس اللي عندها مشكله في الميديشنال سبورت ودي قصه احنا غالبا في البراكتس بقتنا ضعيفه. يعني احنا بيخش العيان عندنا في الوورد او في الاي سي يو محتاج فلويدز. اذا كان جراح يديله ايه؟ رينجر لابين. حد عنده اعتراض؟ اذا كان بتاع بطنه بيديله ايه؟ ميكس بين الدي 5 وبين النورمال سرايد. واذا كان بتاع كلى بيديله دي 5 نورمال سرايد. وبنقعد نستعمل الفلويدز لفترات طويله وحتى في الاي سي يو وده غلط. لان احنا المفروض بعد من 3 الى 5 ايام من استعمال الفلويدز بنعمل شيفت للايه؟ التوتال برينتال نيوتريشن. فهديكم اكزامبل ثاني بسيط جدا. عيان عنده يورين اوتبوت في اليوم 750 سم وفي العنايه المركزه وبياخد انتي بايوتكس في فوليوم كبير. عارف دلوقتي الفلاجين بقى فوليوم، البرفرجان بقى فوليوم، الطيران بقى فوليوم، كلها بقى فوليوم كبير. وبياخد الكترونيك سبورت وعملنا دبل سترينس وعملنا كل حاجه لكن في النهايه بياخد بدل في الفوليوم. بعد ثلاث ايام اللي هيحصل له؟ والاوفرلود. دول مع ان الكدني فانكشن عندهم نورمال بحطهم برضو على السي ار ار تي. يبقى دي النون غير ايه؟ انديكيشن. على فكره هي مجموعه كبيره. السي ار ار تي بنستعمله في مجموعه كبيره في النون ريل انديكيشن زي البرين اديما زي الهايبو والهايبر سيرنيا في حياته هو الهايبو برضه دي بعدين في تاني بعدين ايه انواع بقى السي ار ار تي؟ ده السؤال السائل الثاني انواعه ايه؟ البي دي اول واحد
برضو بي في اول مودالتي في السي ار ار بي. ثاني مودالتي السلو افشنسي ديلي اللي هو الاستيرويد. وده الدكتور حسين قالوا اللي هو الهايبرايد سيرابي اللي هو الخليط بين الكونفنشنال تايب اللي بنستعمله في حتتنا وبين السي ار تي اللي هو كنت اللي هو السلو. جالنا مريض في مستشفى نبروه المركزي وانا ما عنديش سي ار ار تي لكن عندي مكنه كونفنشنال، فبضطر اجيب المكنه الكونفنشنال واحطها في الاي سي يو، لازم في الاي سي يو واغسل العيان مدى 4 ساعات 8 ساعات على لو بلاد فلو ريت اللي بيسموه الاستيرويدز. واضح؟ واضح؟ طيب نيجي بقى ثاني للسي ار ار تي. في منه 4 مدارس. يعني هو هما دايركس عادي بس هو فتره قبل بلاد فلو ريت بس. بس ديلي ديلي يبقى ديلي. أقول لك بعد حاجة. عندك الأسلوب كونتينوس ألترا فلتريشن، كونتينو فينو فينوس هيمو فلتريشن، كونتينو فينو فينوس هيمو دياليسيس، وكونتينو فينو فينوس هيمو دياليسيس فلتريشن. طبعا أنت سمعتوا الكلام أعصاب بتاعك. صح؟ أعصاب بتاعك. ناخدهم بقى بالترتيب، ناخدهم بالترتيب. سيبك من فوتي خالص، سيبك خالص، خليك في الريدو. كلمة السين اختصار لإيه؟ كونتينوس. أول حرف على الإثنين. فينو فينوس يعني ايه؟ يعني القسطرة لما تتحط في الانترنال جنرال او في الفيمور تتحط في ارتر وفين ولا تتحط في فين واحد اثنين بدبل اليومن يبقى الاثنين اليومن فينو فينوس. ليه بقى؟ هم قالوا طب هم لما كانوا يسموها فينوس قريحة دماغهم كان زمان في موديلات اسمها ارتيريو فينوس. لما حصل الزلزال بتاع تركيا كانت الاي اس ام بعتت مجموعه من الدكاتره يشتغلوا في هناك في تركيا في منطقه الزلزال. لما حصل الزلزال اتقطعت الكهرباء عند المنطقه فما كانش في وسائل علاج الرفض وما يرسل وسيلتين يا البي دي يا الارتيريو فينوس. الارتيريو فينوس ما بيستعملش ماشين. بنجيب الفلت بنجيب قسطره سنجل يومن في ارتري واحده في فين وبنوصل بين الاثنين بالفلتر وبالجرافيتي بيحصل الترا فلتريشن اوف لاكسس. عشان كده عملوا الفينو فينوس. يبقى احنا دلوقتي عرفنا كده كام حرف؟ ثلاثة. كونتينوس فينو فينوس كونتينوس فينو فينوس كونتينوس فينو فينوس. عندنا بقى الباقي ايه؟ يا اما هيمو فلتريشن يا اما دياليسيس يا ميكس بين الاثنين اللي هم بيجيبوا فلتر. اه هم حل يعني. النقطة اللي فوق ده بقى اللي هو الاسلوب كونتينوس الترا فلتريشن اللي هو عبارة عن سحب الفلويد من المريض من غير دياليسيس ولا ريبليسيس. يعني حضراتكم بتعملوها كل يوم في الورك بتاعكم بالتقريبا اللي هو بتعملوا ايزوليتد الترا فلتريشن للعيانين اللي جايين يفوتوا القفرلوب. لما بتعمل ايزوليت الترا فلتريشن ما بيكونش فيه دياليسيس ما بيستخدمش خش. كل اللي بنعمله هو سحب الميه من العيان بفرق البريشر جريديان بين خلال ايه؟ فلتر العيان. يعني هي المكنه بتوقف اوتوماتيك المود اللي بيوقف اوتوماتيك اول ما بتجي على الزرار اساسا فلتريشن قافل الدرس هو شغال لوحده. خلاص نيجي بقى طب انت بقى ابدا استعمل السي ار ار تي اقول انا هستعمل سي ار ار تي ولا الكونفشنال تايب روح جاي بالز was assisted using the CRRT rather than the standard intermittent renal replacement therapy اللي هي الconventional style for hemodynamic and stable patient. ما ينفعش يبقى عندي عيان ضغطه 80 50 او 70 50 في العنايه وحضرتك تروح تشوفه وتقول له ايه؟ تقول له عيان ايه؟ تقول له دكتور عيان ايه؟ يعني احط له انا شايف حاجه ضغط يقول له دكتور عيان يعمل ايه؟ لا استنى اصبر بس حضرتك ضغط جامد قوي انا زياده وهرفع ضغطه وبعدين ده احطه فانت عندك حلين يا تسمع كلام شو تطلع تنام هتقول له لا الكلام ده مش هينفع تقول لك تعالى تاني قوم قيس الضغط شوف 110 اهو تقيس انت تلاقي لسه كام 60 40 كل واحد ما هو ده اللي بيحصل بس الناس بتحصل بالظبط في البلد. الحل هنا مش كده الحل هنا انك تحط العيان على السي ار ار بي يا اما تحطه على الكونتينوس تايب او الكونفنشنال تايب بس على طريقه الايه؟ الستيب ما عندهاش الايه؟ الكريات. طالما ضغط العيان واطي يبقى لابد انك تستعمل السي ار ار تي. النقطه الثانيه ان القصه بينهم
ان السي ار تي مع الكونفشنال تايل زي ما قلنا في البي دي كومبلمنت عن الاثنين بيكملوا بعض. ممكن ابدا عيان على السي ار تي ضغطه يتحسن او في السي ار تي بحطه على الكونفشنال او العكس يبادئ على الكونفشنال تايل يحصل له سيبسس او يحصل له اي حاجه اقوم قلبه على الايه؟ على السي ار تي يبقى الاثنين ما بيتنافسوش لكن الاثنين بيكملوا بعض في الايه؟ طب يا دكتور اسامه معلش نعم عايز اسالك سؤال بعد اذنك هو في بيشنت عندنا بيبقوا النورمال بتاعهم ان هم هايبوتنسيف فعلا بيبقوا جايين اصلا من بره هو جاي ماشي على رجله وكلام من ده ده انا يعني طب غيمة ده كان ستيبل ولا كده لا بقى شوف ايه الضغط الواطي الضغط الواطي على الغسيل بيكون له عده اسباب لو كان لونج ستاندنج هيموداياليسيس بيشنت ده معناه ممكن الارجح يكون عنده اميوات الارجح ودور على الهارت بتاعه في النهايه وشوف القصه بتاعته ايه او عنده بورجيشن فراكشن في الهارت في الهارت بالناس تمام احسن حل له ايه؟ له ايه؟ في دي احسن كلام اصلا ماشي اول كلمه ذكرتها هي الادفانس اوف بي دي ان سي ار دي الاف ايه موديناميك ستابيلتي يعني بيعمل سلو كورليشن اوفر 24 اور واخد بالك؟ ثاني نقطه بيعمل سلو كورليشن وايزي اسيد بلازمنت ولما بتعوز يكون انتي جو انجوليشن اكبر ما اكبر عيوب السي ار ار تي الفريكونت بوتنج بتاع المكن الديسبلوس سيركيوليشن الكيوس بتاعتها رفيعه فبيحصل لهم ايه؟ كلوتنج النقطه اللي بعد كده في التشيلدرن ما عندش حلول غيرها يعني لو جينا عيل صغير عنده سنتين ولا ثلاث سنين وما جابش اي اي طب انا هتصرف معاه ازاي؟ التصرف الوحيد اللي انا احطه على الايه؟ على البي دي ايه بوك برضه الانفكشن بتاع البروتومايدس وديفيكالت لو حصل زي ما انتم قلت بالظبط لو عندي ابدومينال سيرجري مش هعرف احط التنك في كسره تبقى صعبه عليا وفي بعض اللوجيستيك كورس في بعض الاماكن ما بلاقيش ايه القصه دي قصه البي دي في الاي كي اي احنا لغايه السنه اللي فاتت او اللي قبلها كنا بنقول ما ينفعش وبلاش يا جماعه لان البي دي في الهايبر كاتابوليك ما ينفعش لغايه ما طلع في الاصطاد اللي هي وقال لا ده هو البي دي اللي طلع سنه في اكتوبر السنه اللي فاتت تقريبا بقى لها سنه بالظبط وقالت لا ان البي دي ممكن استعمله في الاي كي اي ونفس الريزلتس اللي حصلت في البي دي نفس اللي حصل في الاسترا كونتراست سيركوليشن زي الانترفيشن وزي السي ار ار دي وبرضه حتى الكوبر نفسه في الاخر وقال لك احنا مطلوبين ان احنا نعمل ورك كواليتي ايفيدنس بيز واحده بقى واحده ستادي اكبر واوسع عشان تدينا داتا ايه اكتر واوسع من نقول بقى الادفانتج ايه مزايا السي ار ار تي اعتقد انتم بداتم تفهموا او توصل لهم المعلومه انا هحتاج غلطه اول نقطه في الديمو دايناميك استابيلتي نقطه في غايه الاهميه ميزه السي ار ار تي لان هو سلو كوركشن اوفر من السنه 48 24 48 72 ساعه فبيخلي الديمو دايناميكس ايه؟ ستيبل بسحب بدل ما اسحب 4 لتر على 4 ساعات او 8 ساعات في الاسنان بسحبهم على 72 ساعه فبيخلي فيه هيمو دايناميك ستابل تاني نقطه عنده جود ريكفري العيان ده والعيانين اللي بيغسلوا سي ار ار تي الريكفري من الاكيوت كيدني انجري احسن من الكونفشنال باي ليه؟ عشان مش هندخله في هايبوتنشن عشان الفريكونت اتاكس اوف هايبوتنشن اللي بتحصل بتخلي العيان يخش في مور اكيوت كيدني انجري فبتطول القصه بتاعت الاكيوت كيدني انجري في حالات البرين اديما ودي من ضمن الادفانس بتاعت السيار ار بي بيحصل الاتي عيان في اي كي اي انيوريك او اولوجيوريك بيجي الاستقبال او في قسم النيورولوجي وعنده برين اديما يديله ايه؟ المانيتور كده كونترا عند جيت في برين قديمه معانا ولا لما بيجيب يورين لما بيجيب يورين ويور انه بيجيب يورين تستعمليه بدوس قليل لكن لازم تعرفي ان هو نيفروتوكسيك طب ديون فريستيشن يا دكتور اسامه معلش في ناس كتيره وقريتها يعني هم بندي 100 سم مانيتور
في الديورينج فيرست سيشن. فيرست سيشن فين؟ فيرست سيشن في اليوم. لا موضوع ثاني. عشان السكريبت. ايوه اوكي. حضرتك بتقول ممنوع حتى في السيجن في الاند سبيس ممنوع. انا لما بتكلم على كده البديل الثاني للمانجول لو انت خايف تعمل سلو كوركشن 2 اورز على سمول فلتر على روبلا فلوريك. لو انت برضه لسه خايف تدي البومين قلبه عشان حاجه بس 25% جلوكوز دايما. قولها انت. انا بقول هو لو كان في بعض الاحيان عنده طفل صغير وخايف عليا من الرابيد كورفشن عشان تديهم 25 جلوكوز ليه؟ ما برضه قلنا نريكس معايا يحصل اسوسيس تاني بعد الجلسه يبقى ان ده العيان مور ايه مور اسيروتيك. في العيانين اللي هم السيبتيك شوك او اللي هم اللي عندهم سيفير سيبتيسيميا يبقى عندهم ميتابوليك اسيدوز خاصه لكن اسيدوزس يفضل لهم السي ار ار تي ومنتين البي اتش ان جود رينج اوفر ايه باور. الفاكوم تمنيت اوف ذا ممبرين لازم نعرف ان نوع الممبرين اللي نستخدمه في الاي كي اي السي ار ار تي حتى في الكونفنشنال تايب لازم استعمل الهاي فلكس ليمت. هو ده بجانب في ستادي تاني حاجه. عيب ايه بقى السي ار تي؟ اتفضل. الفلتر بيتجرب كتير والكونتينوس نيت انتي كواجوليشن والايموبيليزيشن اوف ذا بيشن. اول ما العيان بتحط على المكنه عاوزين نعمل سيت سكان ما نقدرش. يا اما نفك ولو فكينا كوست. فالعيان بيلزق في المكنه ما بيتحركش. وطبعا ده اكسبنسيف تكنولوجي المكنه غاليه والجلسه ده اللي بتتكلف حوالي 3000 جنيه. نبدا امتى بقى؟ تحبوا نبدا امتى؟ نفكر بالعقل. نبدا بدري ولا نبدا الليل؟ احنا قلنا الرايفل ونبدا نفكر بلاي ستيشن 3 بس افضل قاعد على العيان لغايه لما يخش في الريفرسبل شوك واقول اروح احطه على سي ار ار تي ويبقى الاوت كام بتاعي بور ولا ابدا بدري شويه؟ بدري شويه ده ريفيو اتعمل على 11 ستادي. ال 11 ستادي دول كان السؤال نبدا امتى بدري ولا ليت؟ وكان قصه بدري ولا ليت بناء على الكرياتينين على البلد والجفر كل ستادي كان لها بروتوكول على البلد الكرياتينين البلد يوريا ابدا على الجي اف ار على اليورين اوت بوت حتى في بعض الاستادز اسموها بالهاي فوليوم واللو فوليوم كانت النتيجه في النهايه كانت ايرلي. لما جم قسموا الاثنين ده الفرق بين الايرلي وده الفرق بين الليت. ال 11 استادي كان السرفايفل بتاع اللي لو شفتوه كله بيتر ذان ايه الليت ما عدا رقم 4. لما يكون عندي ريفيو بالقوه دي في 11 استادي وقالت في النهايه 10 سبورت الايرلي وواحده اجينست يبقى استعمله ايرلي ولا استعمله ليه؟ ايرلي از بيتر ذان الليت. كويس؟ ايه المدرس بقى؟ السلايد ده اهو ثاني سلايد في البرزنتيشن لو اتفهم يبقى فرصه مهمه. احنا فهمنا التوتين وفينو فينس صح؟ السي كونتينوس وفينو فينس فهمناهم فهمنا الاسكاب. نيجي بعد السلايد ده عباره عن الفلتر المفروض احنا بنستخدم في الاي كي اي الهاي فلكس فلتر. الهاي فلكس فلتر بيشتغل بتو ميكانيزم الكونفكشن والديفيوجن. يعني ايه كونفكشن ويعني ايه ديفيوجن؟ احنا بنستعمل الديفيوجن في الدياليسيس. طريقه الدياليسيس بتستعمل بجيب بقى اسمه ايه؟ الديفيوجن. في غسيل بتعالى من غير دياليسيس؟ لا ده في الدياليسيس. هو الثاني. في دياليسيس غير دياليسيس يبقى انا اعرف في الدياليسيس الميكانيزم في الدياليسيس عباره عن ايه؟ ديفيوجن ولابد من وجود ايه؟ دياليسيس. كلمه الكونفكشن ان ده بيشيل السمول موليكيول فقط. خلاص؟ سهله وصعبه؟ سهله.
نيجي بقى في الكونفكشن. الكونفكشن ده يعني ايه؟ يعني ان انا بشيل الموديل مولكيولز وبحتاج ريبليسمنت فلو. دي اللي توهاك لك. يعني ايه ريبليسمنت فلو؟ بجيب سايل فلويد وبدخله السيركيوليشن. بدخله فين؟ سيركيوليشن. يعني الدايليزيت مش سيركيوليشن بيكون اراوند فين؟ اراوند حوالين الفلتر. لكن الريبليسمنت فلو بيخش فين؟ بيخش من الطرف ده ويطلع من الطرف الثاني المكنه تسحبه. ده بنسميه الريبليسمنت فلو. انا عاوز اسحب التوكسنز من العيان واسحب الحاجه من العيان، ما اقدرش اخدها مره واحده يخش العيان في هاي بوتنشال، فبديله البديل بحطها من ناحيه واسحبها من الناحيه الايه؟ الثانيه. بتسمى ايه؟ الكونفكشن. ده الميكانيزم، لكن المحلول اسمه ايه؟ الريبليسمنت فلو. ده بيسموه الهيمو فلتريشن. يبقى الهيمو فلتريشن الميكانيزم بتاعه ايه؟ الكونفكشن يحتاج ايه؟ الريبليسمنت فلو. كلمة بقى الهاي فوليوم واللو فوليوم دي يعني ايه؟ هدي فلويد كتير ولا متوسط ولا قليل؟ لو اديت قليل لو ال 20 ملليلتر بالكيلو جرام بر اور ده بنسميه ايه؟ لو. من 25 من 35 ل 40 ده المودريت، وال 60 اللي هو الايه؟ فوق ال 40 وال 60 هو الايه؟ 60 ايه؟ معلش ده 60 ايه؟ عادي الكلام ده. ده الفلتر يخش الدم من هنا ومن هنا. ده هاي فلاكس يعتمد على الديفيوجن في حاله الدياليسيس، بيعوز دياليزيت. خلاص؟ لو هعمل هيمو فلتريشن يعتمد على بتاع الكونفكشن. بتاع الكونفكشن محتاج ايه؟ ريبليسمنت فلو. الريبليسمنت يخش السيركوليشن يطلع من الطرف والمكنه تسحبه من الطرف الثاني. حد عنده اي سؤال؟ وبيسحبها المكنه بتعمل كالكوليشن في المكنه زي ما بتعمل صالات براشز. نفس فكره الصالات براشز على الغسيل، واحد يخد يبرين فيه يقول له المريض اديله 50 سم كل ساعه، بتعمل كالكوليشن على الاربع ساعات هتاخد كام؟ تسحبه من المكنه، ده اللي بيحصل؟ نفسها بالظبط. تعالى بقى قول لي انا بتفرض الميكانيزم بس بتاع الايه؟ بتاع المدرج. الكونتينو فينو فينس هيمو فلتريشن. الميكانيزم بتاعه ايه؟ كونفكشن ولا ديفيوجن؟ كونفكشن. ليه؟ انا استعمل هنا هيمو فلتريشن. الكونتينو فينو فينس هيمو دايلز بستعملها ايه؟ ديفيوجن. طب الكومبايند؟ دايلز فلتريشن. طب الاسلوب كونتينوس الترا فلتريشن؟ بعمل الترا فلتريشن بس. ولا ماشي ولا فهمت؟ اتفهمت؟ يبقى الترمات اتفهمت والميكانيزم بتاع الاثنين اتفهم. حد دلوقتي عنده اي سؤال؟ مش محتاج انت صعبان على الجسم. لا انا فاهم. لا والله طبعا لا لا انت مستغرب من فين؟ انا والله ده احساسي. لا بص انا ببص لك على دماغي ببص لها مستغرب. ازاي ده؟ واضح يا جماعه؟ اتفضل. هو الريبليسمنت فلويد اللي احنا بنديه بقى على سواين ولا حاجه مخصوصه؟ هو ايه؟ هو برضه انت بتعملي زيه بتسمعي خطوه. المحلول اهو، المحلول اهو وهتتفرجي عليه وهتشوفيه. ده سبيشال فلويد، ده سبيشال فلويد. ده سلايد تاني يؤكد ويؤكد انت فهمتوا القصه ولا لا. ده البروسيدور اللي بنعمله. ده الفلتر، دي اسمها كده الباب. ده الباب اللي بيسمي فيها تحط فيها الخارج من المكنه. خلي بالك المكنه اهي ما فيش فيها دريننج على صرف ولا فيها اي حاجه. بدل الصرف بجيب كيسه بعبي فيها الحاجه، هتشوف فيها برضه حاجه. ده فلتر في دايليزيت. شايفين دايليزيت في الصوره؟ شايفين دايليزيت في الصوره؟ وده نوع اسمه ايه؟ قولي الترم كامل بقى. سلوك كونتينوس الترا فلتريشن. يبقى ده اسمه سلوك كونتينوس الترا فلتريشن. خلاص؟ تمام. نيجي اللي بعده.
دي فيها ايه؟ في ده لايزيت يبقى دي ايه؟ احط الريس بتاع سيركيوليشن قبل الفلتر ولا بعد الفلتر؟ الاثنين ينفعوا. قبل الفلتر بنسميه ايه؟ بري فلتر ريبليسمنت فلويد. طب لو حطيته بعد الفلتر بنسميه ايه؟ بوست فلتر ريبليسمنت فلويد. في صعوبه؟ يعني ايه بعد الفلتر؟ نعم؟ بعد الفلتر في اللاين يعني. الفلتر دلوقتي عاوز تدي العيان في الروسات. او تديله فانكومايسن. وتحطه فين؟ بعد الفلتر بنسميها بوست فلتر. طب انا ليه بفكر في بعض الاحيان احط الريبليسمنت قبل الفلتر؟ لو عندي فريكوانت كلوتنج وعاوز اعمل ديليوشن للدم اللي داخل عشان ما يحصلش كلوتنج فبحطه قبل الايه؟ الفلتر. ده ميزته انه بيقلل الفريكوانت كلوتنج لكن عيبه ايه؟ انه بيقلل الكليرنس. ده وصلت؟ يبقى الريبليسمنت بحطه فين؟ قبل اسمها ايه؟ وبوست اسمها ايه؟ بوست بالنسبه للدراج يعني الداخله؟ لا ده بقى هو بقى الميزه اللي انا حطيته لو في بلودنج عندك بنحطه عشان ما يحصلش بلودنج لكن لو حطه بعد لو ما فيش بلودنج عندك بس صدق الله ده اسمها ايه بقى؟ ده كونتينوس فينوس هيمولايف انتجريشن فيها اللي فيها اللايزيت فيها اللايزيت وفيها الريبليسمنت كده الترمينولوجي بالنسبه لكم تفهم الوضع تماما والقصه طب استعمل امتى كل موديل ده؟ هو المفروض واصول ان احنا بنستعمل موديلات واحده بنستعمل الموديلات الاكثر تعقيدا والاكثر تركيبا لاسباب كتير جدا لان الاستاف بتاع التمريض واستاف الاطباء ده انا مش اورينتد بالسي ار ار بي فما ثبتش نوع واحد وثبتش بروتوكول واحد عشان ما ادونوش. كويس؟ النقطة الثانية إن أنا ممكن لو حتى لو بدأت بالأكثر تعقيدا وحبيت أغير ممكن أغير مش العكس. لما حالا زهرة تشرح لكم على المكنة ما أقدرش أبدأ من الصغير وأطلع للكبير، لكن أبدأ من الكبير وأطلع للإيه؟ للأقل منه. كويس؟ أنت بقى استعملهم. ده بتستعمل في الفوليوم زي ما قلنا. ودي بتستعمل فين؟ في الفوليوم والسوليوس. احب اغسل كويس واشيل فوليوم. والباقي كله بستعمله في الهايبر كاتابوليك ستيت وده اربح حاجه بنستعملها في الهايبر كاتابوليك ستيت. على فكره السي ار ار تي ما بيستعملش بس في الاكيوت دي ان انا ممكن استعمله عندي ضغط عالي. لو انا عندي عيان ضغط الدم عنده جرام ام ار ضغطه 70 50 طب احطه على المكنه مش خالص يعني. او حصل له سيفير سيبس برضه احطهم على المكتب. اوكي. معلش الفرق في الافشنسي ما بين السي ال في اتش والسي في اتش دي. يعني في الكونفكشن انا قصدي السؤال الكونفكشن والديفيوجن انه الاحسن لازم يعني. ما كل واحد له كريتيريا. يعني كل واحد له انديكيشن وكل واحد له كريتيريا فالاحسن عندك انك تستعملي الاتش دي اف. اللي هيعمل لك انت عارفه الهيموفلتريشن بتبقى عامله زي موجه البحر. بتبقى داخله على السيركوليشن وتخش تشيل كل اللي في طريقها من توكسز حتى لو الناس اشتغلت سي ار تي هتلاحظ ان لو اشتغلت هيموفلتريشن بس من غير دايزز الالكترولايت نفسها بتتحسن لان هو ماشي بياخدها في سكته ويطلعها بره على الناحيه الثانيه. مش بس ممكن في سؤال تسالي ممكن؟ نعم. سلايد بس اللي فاتت سؤال فيها. السلايد اللي قبله. ايه؟ السلايد اللي قبله. مش عارف انت كده الفرق بين الكونتينوس فينوس انفيكشن والدايلسيس ده في ريبليسمنت ده في دايلسيس زي بعض يعني بالظبط في فرق ده في ريبليسمنت يعني ده بيعتمد على خاصيه
الفيوجن في الريزيت اللي هو الدياليسيس وجود الدياليسيس اللي هو اتفقنا مفيش دياليسيس من غير دياليسيس. الثاني بيعتمد على خاصيه الهيموفلتريشن. هيموفلتريشن يعني الفلتر يعني ايه؟ وجود ريفرسمنت فلويد يخش على السيركيوليشن ويقوم خد كل حاجه في السيركيول وطلع بيها على الناحيه الثانيه. وهيقول لك حالا انت هتخش من الارتري ومن الفين الناحيه الثانيه المكنه اللي حصلتها الكوليشن تحصل. يعني بتعمل ايه؟ انا هحط ريفرسمنت فلويد لتر في الساعه. كويس؟ تعمل كالكوليشن على المكنه تسحب لتر في الساعه. اللي بيخش نفس الريت دي ميزتها بتحافظ على الهيموفيلتريس. عامله بالظبط زي الايزوليت هيموفيلتريشن. تطلع في الدش نفس الفكره بس. مش هتسحب اي حاجه خالص. نعم. هتسحب اي اوليا مزيانه ولا ممكن تزود؟ عاوز تسحب اكسترا بقى في بروسيدجر. فانت لو عاوز تسحب اكسترا بدل خدت لتر خرج لتر مثلا 100 خرج لتر 200 يبقى اللي انت خرجته ايه؟ عباره عن الريبليسمنت بلس الاكسترا فلويد الاكثر فتشة تقدر تشيلها معاك. انا عاوز بقى اشتغل سي ار ار تي. ايه الحاجات اللي انا محتاجها؟ انا محتاج مكنه ومحتاج انتي كواجوليشن ومحتاج سوليوشنز ومحتاج الدايريزر اللي هو الهاي فلاكس ومحتاج قسطره ومحتاج هيبر. كل ده موجود في المكنه. كل ده لو هتشوفوه حالا هو تلاقي كل واحده لها شروط عشان اقدر استعمل الكلام بطريقه سليمه. الاكسس لو انا عندي مريض كرونيك عنده برمي كاس او مريض كرونيك عنده فيستولا حصل له اي انسيدنت وهستعمله سي ار تي ممكن استعمل السي ار تي على الفيستولا؟ ممكن استعملها على برمي كاس؟ لا ما ينفعش. لا دي تنفع. ليه؟ لان هو الاساس في استعمال السي ار تي هو الهيمودايناميك انستابيلتي اللي عندك ضغطه ايه؟ واضح. فالفيستولا بيحصل ايه في ضغط الضغط؟ بتقل والسيرين بتاعها بيقل. لو حطيت فيها سلو سيركيوليشن بيحصل وحصل فيها كلوتنج الكلوت بيحصل فيها اكستنشن انسايز ذا فيستولا بتوقف الفيستولا. تاني نقطه لو برمي كاس الاكستنشن برضه بتاع الكلوتنج اللي بيحصل على المكنه هيمتد لفين؟ للقسطره وهيوقف القسطره. حله ايه؟ تمبوراري اي جي تمبوراري لاينز سواء هنحطه فين يعني. يبقى لازم في السي ار ار تي استعمل تمبر ده بالعين مركب برمي كاس لما احط له فوق مفيش مشكله خالص. هو الثاني ولا كفايه؟ يعني هنعمل يعني لما نيجي نحطه على الماشين هنركب له واحده فيمر مخصوص يعني ولا هنعمل؟ هقول لك تمام. اول نقطه في الجايد لاينز وسجست انيشيتنج رينر ريبليسمنت ثيرابي ان بيشنت وذ اي بي اي فيا مانك هاب نون تانل دياليسيس كاست اللي هي المؤقته تمام مش الكرونيك كاست. ثاني نقطه لما اجي اختار الفين بقى اختاره على اي اساس؟ بالترتيب اهو رايت اي جي فيمورا بعدين الليفت ولو اتزنقت خالص ومش تلاقي اي حل قدامي السب تيك. فاهم الجو ولا لسه؟ الجو؟ يبقى القصه عندك اول حاجه استعمل تيمر موبايل ولا الترتيب بتاع اللي هستعملها فيه هستعملها بالظبط. السوليوشنز ريفرنس الليفت على الرايت. نعم يعني الليفت ده عشان الاناتومي. لانك انت في الليفت ده بتضطر تاخدي وتسحبي على الناحيه الثانيه اروح على الناحيه الثانيه فيفضل تحطي وبقصه ومقاس الارضيه بيبقى العيان ايموبولايزد ما بيتحركش عكس الكرونيك كيسز. انا بقول للعيان خد الفيمورال وعاوز يقوم يتحرك ويمشي فالقصه هنا مختلفه. انا في الدارس بحتاج ايه زي ما قلنا في البي دي؟ بحتاج ايه؟ بحتاج مايكار او اسيتيت زي ما بتعمله. بحتاج الموبايل مع المايك نفس الكلام بالظبط. مفيش غسيل 200 من غير هذه الطريقه. الثلاثه كومبوننت دول هم اللي بيعملوا الموضوع ده. لكن هل عندي عيان سيبتك شوك؟ عندي عيان سيبتك شوك وفي محلول بايكارب ومحلول لاكتيت زي ما محطوط في البايكارب والاسيتيت يفضل استعمل ايه؟ بايكارب. طب ليه؟ عشان هو ده كلام 10/10 وكنت بتعمل ستادي وكان بيقول لك الكلام ده ليه؟ ان استعمال اللاكتيت في العيانين السيبتك بخاصه اللي هم عندهم اصلا تاكتيك اسيدوتس فهيزود السيرم لاكتيت اند بلاد. طب هيعمل ايه سيرم لاكتيت اند بلاد؟
الاكتيف بيشتغل نيجاتيف انتروبيك على الهارت، بيخلي الهارت شغله بيقل. تاني حاجه بيزود الكاردو فاسكولار ريسك، بيقلل هايبوتنشن، بيعمل مور هايبوتنشن، بيعوز مور انتروبيك سبورت عشان يعلي الضغط الايه المطلوب. يبقى الفلويد اوف تشويز هنا ايه؟ البايكارب. احنا خدنا الاكسس وخدنا الايه؟ الفلويد، ناخد في الممبرين. الممبرين اللي هو الايه؟ الفلتر. الفلتر هنا ايه؟ سواء استعمل كونفشنال طايب او بينك او سي ار تي، لابد من استعماله هاي فلاس. ليه؟ لان الهاي فلاس بيشتغل بطريقتين. ما ينفعش اروح اشتغل على فلتر عادي واقول له هديله ريليزمنت فلويد. ما فيش كونفشن اصلا. فلا بد من استعمال الايه؟ الهاي فلاس ميمبرين. الهاي فلاس ميمبرين السنسيتك والبايك كومباتبل اكتنج باي بروفايدنج الميزوز ديتكسيكيشن اللي هي الايه؟ الديفيوجن والايه؟ والكونفكشن. موضوع الالترا فيروس نعم لازم الالترا فيروس صح ولا؟ يفضل في الحالات ديت احنا اتفقنا على الاتي ان مفيش رين لازم تتصرف للعيان السك او السي ار تي الا فين؟ هو في العنايه. مكنة واحدة مية صغيرة لن تتكلم أكثر من 6000 إلى 7000 جنيه، حطها في العناية جنب المكنة. ما خاصة بس. عشان ما تتكلمش كتير بس. الفلتر اللي 1600 يا دكتور ده هيبقى نعم 1600 اللي عندها وقت اللي عندها 7000 وهتروح على الطبيعة حالة وظيفية. تعب قدامك. وي سجست تو يوز الدايلايزر وذ باي كومباتر ممبرين في الانترميتال هيموداياليسيس اند سي ار تي انفيشن تو تيكي اوت. الكلام الجايد لاينز واضح ومباشر، لابد ان استعمل الفلتر من هو نيجي في مرحله الانتي تو ايزوليشن. اكبر المشكله الكبرى في السي ار تي، عندي مدرس كتير جدا في الانتي تو ايزوليشن بياخدهم بالترتيب كده، اللي يبارين هو الفراكشنيت التايب اللي يبارين عادي عارفينه؟ بكام دلوقتي يا احمد؟ بكام دلوقتي؟ اه سبعة مش هقدر اعمل بريفنت وبلوك لو وبلوك لو لانه ملوش انتي بود. الستريت ثالث واحد ده هو الايديال انتي الايديال ميثود فور انتي كوجوليشن للسي ار ار تي. الايديال ميثود اللي بنستعمله ازاي؟ بجيب الستريت واحطه بري فلتر زي الهيبارين، بحط الهيبارين فين؟ بري فلتر عشان يمنع الكروتيد. بحط الستريت بري فلتر واحط ايه بعد بوست فلتر؟ الستريت ده يا احمد؟ حاجتين. اول حاجه الهايبوكالسيميا وبيعمل ميتابوليك الكالوزس، لكن عيبه الثاني الاوحش النوت افيلابل. الافيلابيلتي مش موجود مع انه حاجه بسيطه جدا موجود جوه بنوك الدم وموجود جوه بنستعمله في حاجات كتير جدا حتى في المعامل في التيوبنج كله في التيوبنج بتاعت الانابيب، لكن لحد من زمان بتوع طنطا الف ماء في التامين الصحي عندكم في المجمع الطبي قل اللي موجود هنا. الستريت لازم فارس ما هي نفسه ما هو نفسه ما هو ما هو الستريت بتاع البلازما فارسس هو الستريت بتاع السي ار تي. فاللي يبص الستريت يا جماعه بيروح جوه المجمع الطبي. بنعمل ايه بقى؟ بنحط الستريت بري فلتر وبحط كالسيوم جلوكونيت انفيوجن بوست فلتر تو بريفنت زي الدكتور ما قال الهايبو كالسيميا. باجي بعدها الريجنال هيبرنايزيشن. حد فينا اشتغل يعني ايه ريجنال؟ حد اشتغلها قبل كده؟ ريجنال يعني انا عندي عيان بينزل او عامل نيو سيرجري وكل ما بحطه على الفلتر بعمله صمام فلاشز بيتجلط الفلتر، فبعمل ايه؟ بحط الهيبارين بري فلتر واحط بروتامين صلفيت بوست فلتر. بس لازم التزم بالتالي. الريت شغال هنا وشغال هنا. ما ينفعش واحد يشتغل والتاني يقف او العكس. يعني اللي بيحصل في البنس اللي بيحصل الاتي ده بامب وده بامب ده بامب وده بامب والريد واحد، فجاه النور يقول لك ايه؟ اصل البروتامين خلص يا دكتور. يبقى الهيبارين شغال
البروتامين او العكس الهيبرين يخلص والبروتامين شغال ما ينفعش يبقى لازم الاثنين يشتغلوا كونتينوس ان ذا سيم تايم بالريت الريت كام بقى كل 5000 كل 1000 وحده من الهيبرين بتحتاج 1 سي سي وبروتامين سلفيت احسبها هنا واحسبها هنا نقول البروتامين سلفيت اللي اتحد مع الهيبرين الكومبلكس سواء فراشز لو حضرتك زعلان من ممرضه وعاوز تعقدها في حياتها وتسيب الشغل وتمشي قول لها تعالى على السي ار ار تي اعمل لي سرايف فراشز كل 15 دقيقه 50 سم هتعمل ايه الممرضه؟ هتمسك الورقه تقطعها في وشها ليه؟ لانك انت قعدتها جنب المكنه كل 15 دقيقة المطلوب فيها انها تعمل سراين فرط في جلطة وما فيش جلطة وتعمل كالكوليشن وتبدأ تسحبها من الناحية التانية عشان العام يخش الفوليوم ايه؟ الفوليوم زيادة الطريقة دي ما فيش فيها بريدنج ريسك بس ايه الافكت برضو ما هياش مقنعة قوي ومش موجودة قوي البروستا سايكل مش مشهور واحنا اصلا ما استعملتهوش ما هو ما استعملتهوش في نقطة في غاية الأهمية في الاستاد الأولاني خالص دكتور بتاع الرايفل لو أنتوا فاكرينه. إن أنا بمر على العيان يوميا المفروض بمر على العيان العيان دخل من ستيج واحد ستيج 2 الجي اف ار معناها اتغير بعمل كالكوليشن للدوز بتاع كل الدراجز وبخصص انتبيوتيك. وغير الدوز. طب ناخد حاجة في ستيج 3 وطلع الاثنين أول واحد اتحسن برضه بغير الدوز. يبقى لازم الدوز ادجستمنت للدراج يكون في بالي. نفس الكلام برضه الدوز ادجستمنت في السي ار ار تي، كل موداليتي لها دوز. كل موداليتي لها دوز. حضرتك لو شفت الشارت محترمه انا الشارت الوحيد اللي شفته في مصر كان محترم الشارت بتاع السيفي بام. لو شفتوه حد قراه كويس هيقول لك في السيفي الرينال فيلير سواء كان في البي دي الدوز كذا في الانترفنشن دوز كذا في لو استعملت هاي فلاكس او لو فلاكس او عادي في كذا لو استعملت السي ار تي بانواعه 1 2 3 4 كل واحد الدوز بتاعه ده مهم جدا عشان ما يحصلش اكيوميشن للدراج وفي الاخر يحصل منه نفروتوكسيستي على العيان ده مثل بسيط جدا الفانكومايسين كلنا بنستعمله الفانكومايسين كلنا بنقول ان هو نون دايلايزبل ده لو استعملنا الممبرين العادي لكن لو استعملنا الممبرين الهاي فلاكس القصه مختلفه لو استعملنا التكنيك برضه مختلف السي بي بي اتش بنستعمل 15 مللي جرام بالكيلو جرام الاتش دي نفسه لكن الاتش دي اف بيتغير فلازم اعمل حسابي باللودنج دوز والنقطه الثانيه لو بتسحب ادي دوز بوست دياليزيس ولازم جايد بايه؟ بالليفل لازم عندي ليفل واقدر اشتغل عليه كل التراكس بتتحسب بهذه الطريقه زي الايزايلوفير، الايزايلوفير، كل الدراجز المفروض نحسبها بالطريقه، القصه دي صعبه. طب انا اتصرف فيها ازاي؟ التصرف فيها سهل جدا، اول حاجه ان انت تشوف مصدر عندك يبقى في جيبك دايما تقدر تتحرك. ما عندكش مصدر خش على النت واطبع وعلق في الوحده. هو كده، علق في اي مكان انت فيه. عشان مش هتقدر تحفظ الكلام ده كلته عمر ما حد ما يقدر يحفظه يبقى عندك مصدر موجود في الاسم في الوحده بتاعتك اشتغلت في حاجه افتح وبص اول حاجه موجود ده مصدر موجود ده في كل المدارس بتاعت السي ار ار تي بالدراجز المصدر الثاني برضه موجود على النت لكن ما بيغطيش الاتش دي اف المصدر الثالث موجود على الاب تو ديت الاب تو ديت طبعا موضوع مجمع الطب اشهر ناس بيدوروا الاب تو ديت صح؟ صح مظبوط تخش على الويب سايت هتلاقي في حاجه اسمها دراج انفورميشن اتك عليها ممكن اسم الدراج هيديلك كل الديتيلز غير اسم الدراج منه بتاعه منه كل حاجه يبقى لازم وانا بعد بشوف الموداليتي بحسب الدراجز بتاعتي واحسب بيها كلها ماشيه ايه هنا ازاي طب دلوقتي بقى انا عرفت كل حاجه عن السي ار ار تي وعرفت الكرينولوجي وعندي اربع مكانات ومبروك وظبطت اموري ما عنديش مشكله في المكان اربع مكانات ولا اربعه
بس قبل ما افكر اعمل برنامج لازم يكون في بالي حاجات معينه لازم احطها في بالي. اعرف ان اكسبنس عشان ده بيتعوز لارجست بوكس، ما اقدرش بقى ايه العين دوت محتاج سي ار ار تي كشركه بعت لي ستوكس ما ينفعش. لايف ليفنج يا باشا ما ينفعش. يبقى لازم يكون القصه عندي جاهزه ومركزني فيها الكلام ده كله. النقطه الثانيه ان عاوزه التكنيكال سبورت دايما جاهز. يعني ما اقدرش برضه ابدا وما حدش متعلم على المكنه والمهندسين اللي عندي ما يعرفوش فيها حاجه. لازم طبيب الكلى يكون متواجد اراوند ذا اور. ودي اكبر مشكله. اطباء الكلى نعرفهم يعني في المنطقه بتاعتنا كده عاوزين بعد الساعه 7 8 لما يخلقوا الوحده يعملوا فين؟ يعملوا ايه؟ يروحوا عاوزين يروحوا. طب اللي مش عاوز يروح عاوز يعمل ايه؟ عاوز يخش في اوضته وينام. السي ار ار تي ما ينفعش. السي ار ار تي بيتم في الاي سي يو حضرتك بتكون صاحي ومصحصح وحوالين العيان دايما لانه ممكن الفلود ريموفال والادجستمنت بيتغير كل ساعه. بنعمل الكترولايت كل 6 ساعات والدنيا بيحصل فيها هايبوكاليميا بيحصل فيها هايبوفوسفاتيميا فلازم كل ده يتصلح ما يتسابش. الحاجه الثانيه لازم التمريض. التمريض يكون متواجد، احنا اصلا عندنا عجز في التمريض، انت في الاي سي يو بتحط ممرضه على 3 و2، لا في السي ار ار تي لازم يكون 1 تو 1. ما ينفعش، هي دي شغلتها وقاعده حواليها ما بتعملش حاجه، ما بتعملش حاجه غيرها. حضرتك بقى رحت صيحت وعملت لسه في نبارو وبعد ما عملت لسه في نبارو جاب لك المكنه تقول لك حاجه العيان مات. هتعمل ايه؟ بيضحكوا عليك. فلازم هو ده اللي بيحصل في النهايه. الناس متوقعة نتائج هايلة جدا. الناس هنا بتبدا في السي ار ار تي متاخر فبتبقى النتائج مش كويسة فبيسموها ايه؟ مش المجد الغسيل بيسموها المغسلة في النهاية. وده كلام مش مظبوط. يبقى انا لازم اعمل حساباتي في الاول هتحرك ازاي عشان كده بقول لك الهاي مورتاليتي كود بي اكسبتد ما تبقاش مقبولة في النهاية بعد المجهود اللي انت عملته كله. انا بقى عاوز اعمل سي ار ار تي بالمراعاة. ما ينفعش كده اقوم رايح في نبرون واعمل سي ار تي بالاساس ما ينفعش. ليه؟ عندي كرايتيريا الهوسبيتال سايز الاي سي يو بيتس عندك كام؟ عندك كام بيت اصلا في المستشفى؟ عندك ايه اللي بتعمله؟ عندك تروما سنتر ولا لا؟ عندك تراسل جان سنتر ولا لا؟ عندك هارت ريسيرش ولا لا؟ كل ده موجود ولا لا؟ ده مش كده وبس، انت عندك بتغسل العيانين في العنايه من اساسه ولا لا؟ بتغسل عيانين طوارئ ولا لا؟ يعني مستشفى نبروه المركزي مثلا ما بتغسلش عيان في ال 12 شهر بعد ما الوحده بتقفل. يعني ما عندهاش امرجنسي يونت من اساسه. طب اعمل فيها سي ار تي ازاي؟ يبقى انا لما اجي افكر في الكباسيتي تشهر فيها هوستل ولا لا؟ فيها موجود ايه؟ بيغسلوا فيها ولا ما بيغسلوش فيها من اساسه وبناء عليه ابدا احط فيها القصه همشي فيها ازاي؟ طيب اوبريشن يعني مثلا لما اجي في مركز الكلى وبعمل كدن ترانسبلانت واجيب مكنه واحطها ان شاء الله في الشراسه سنه ما عنديش مشكله. ليه؟ لان ممكن لما اغرسها في ثانيه هلاقيها. يبقى عامل طيب اوبريشن عندهم ليفر طبعا وكدن ترانسبلانت او ما عندهمش. ثاني حاجه الادمنستريشن بقى اداره المستشفى نفسها اداره المديريه عندها خبر عن القصه ولا ما عندهاش؟ لازم بقى ابدا اقعد افكر مع نفسي. الاي سي يو ستاف مش عاوز وجع دماغه مضغوط وعنده عروقه. هو برضه هيبقى مضغوط ولا لا في النيرسنج ستاف الدارس السيرفس نفسهم التمريض انت ممكن تعمل كل حاجه وفي النهايه التمريض بتاعك يوقعك. مش عاوز. حضرتك مش عاوز. يبقى انت هتعمل انت ايه؟ البادجت في فلوس في المستشفى ولا فيش فلوس في المستشفى؟ وبرضه التمريض والاطباء العنايه اتدربوا ولا ما اتدربوش. خلاص؟ نحل بقى الكلام ده ازاي؟ هو لازم يتحل. نحله ازاي بقى؟ حضرتك هتعمل ايه؟ هتشوف في الاي سي يو واحد عنده خبره عن هذا الموضوع.
كويس، واحد اتدرب، واحد شاف، واحد عارف، واحد عنده استعداد، وتعال نسميه كبيرسون، ده الشخص اللي هيفتح لك الاي سي يو، تاخده على جنب تتكلم معاه، لو عاوز تريننج اعمل له تريننج، لو عاوز سبورت اعمل له سبورت، لو عاوز فلوس ادي له فلوس، اللي هو ما ده اللي بيحصل، لو عاوز اي حاجه اعملها له، لان ده الشخص بتاعك اللي هيخش في اي سي يو يقنع لك تستاف الاي سي يو، وتعمل نفس الكلام مع اطباء الكلى، تاخد اطباء الكلى وتشوف واحد اورينتد اشتغل ولا ما اشتغلش قبل كده، عارف الاول كام، وتبدا تعمل له ايه؟ نفس الاسلوب وده نفس الكلام في التمريض بتاع العنايه وتمريض الاي سي يو، اتفقوا الاثنين، اتفقوا تعمل بروتوكول، ورئيس العنايه يمضي عليه ورئيس الكلى يمضي عليه، وتروح فين بعد كده؟ فين؟ في المستشفى. طب وليه المستشفى بس مش فاهم؟ وده على اغلب وش حقيقه اللي ممكن ما يكونش بتاع بطن اساسا يعني، فبتاخده على جنب وتعرفه الاتي، تقول له يا دكتور دلوقتي احنا في عندنا مدارك وفي عندنا ناس بتموت وبتعمل كده، يقول لي مالي يا مش هصرف على دماغي. فتقول له قصه بسيطه جدا، تقول له ده حضرتك لو جبنا المدارك دي وشغلناها عندنا هتتم في عهدك وتحطها في السي في بتاعك، ده انا هجيب لك الاذاعه والتلفزيون والسينما تصور لك هذا الموضوع زي ما عملته في المجمع الطبي لما عملته بلازما فارسس. اول بلازما فارسس لما اتعمل في المجمع الطبي في طنطا ثاني يوم كل جرايد مصر حكت عنه، وده مش عيب، ده مش عيب. ليه؟ لان المدير حس انه بذل مجهود واسمه طلع في الميديا، اللي هو ما هوش عذر الميديا، فانت بتوفر له الوسيله الصح اللي تفرحه وتخليه مبسوط في مقابل انه بيقدم لك الايه؟ السيرفيس. يبقى انت كده عملت الاي سي يو وعملت النفرولوجي وقمت جايب على المدير تمام واقنعته، وبتجيب بقى البرشيز تبدا تجيب الجماعه اللي بيطلبوا طلبيات وبيطلبوا الكلام ده وتخليهم جزء من التيم، ولو عندك مصروفات بتطلع او مكافئات بتطلع شاركهم فيك معاك. اول ما شاركوا معاك في المكافاه هتلاقي بيجي وراك واللي انت عاوزه في الاخر هتعمله. كل الكلام ده انت بتحسبه وبتحطه عشان تعرف تخلق برنامج. مفيش حاجه اسمها برنامج انا هروح واقوم فاتح الباب واطلع المكنه واطلع واشتغل. حضرتك لو اعتمدت على الشغل الفردي ممكن انا ممكن اروح الدوله حالا اقعد اقوم اجيب المكنه اقوم حاططها واشغلها ومش تعبت ثاني يوم جالي برد قعدت في البيت، جاي عيل محتاج، مين اللي هيعملها؟ ما ينفعش. ده لازم اعمل تريننج اورينتيشن واقعد ما ازهقش واشغل الناس من كل مرحله لكل مرحله اللي هي الثانيه. انا هشغل لكم فيديو معلش يا صاحبي بس خمس دقايق. روح بقى يا دكتور. نعم يا باشا. هروح بقى. روح على الدولة يا باشا. رحت وخلصت. جو المكنة. صباح الخير. والله العظيم كنت مفترض. طبعا. والله العظيم كنت مفترض. واحد ما تقدرش تعملي حاجة يا صاحبي بتعمليها غصب عنك. طبعا ده تايم مانجمنت. نعم؟ تايم مانجمنت. طيب. تعليمك يا باشا. ممكن نور بس يا دكتور. تمام لا
هشام ايه ده ايه والله هشام مضر لياه يعني ممكن ما تلاقوش في ثانيه يعني لا الحواديت انت اول ولد حين ان هو يتعلم حقيقي يعني طيب ده انت بقى وزاد لك دول مش عارف ده انت بس لو ما اشتغلش خلاص المشكله يعني جزء خطة الوقت تعرف الزوم شب المؤكد عاوز اعرفك ازاي ما انت عندك الفاسيلتيز او ما عندكش ازاي تعرف تتعامل معاها ده جيت سيناريوز واحد عمل الحادثه وحطوه على ستنت والتاني هيجيله ام اي وحطوه على سي ار بي وازاي الاثنين انت ممكن تعملهم بجبر بمنتهى البساطه بس الموضوع عاوز تيم عاوز تيم وعاوز هارموني ان الناس وبعضها والناس تعرف تتفاهم مع بعضها وازاي ده السيناريو الثاني سيناريو مشهور يعني هو ايه؟ واحده ست بتفرق مع جوزها حاجه من عليه يقول له مؤاخذه معروف حدثة معروضة يا هاتلي حد ينفع بقول العيال برضه نعم هو عشان اصر انه يفطر اما يجي له فخليته يعلي بقى مور اي بي اي بعد الارست يحتاج كرون الانجيو يحتاج كمان كونتراست وبعد الكونتراست كمان يحتاج كابج واخد بالك ورقدوه عملوه كل ده في الاخر خلاه مور برون لايه لمور سيفير اي بي اي التنفيذ ده بيبقى تنفيذ الاوردر ده هشوف حاجه انصحها اشرحها لكم ده الميكس بقى اللي واحد بيقول عليه طبعا هو مش مجال ده مش الكاس معانا عشان تقيله بس احنا موجود على فيديو قدامنا ميكس يعني ايه لا مش هو الفريشة ميكس لا ميكس البايكارد مع الفريشة مع بعض لو قلنا البايكارد مادة غير انستيبل فبيبقى فيه بيحطها في الكيس مفصولة بينهم كده زي فالف ده اوضه
تفتح الدنيا محكومة على بعض. لو عامل هيمو ضيق هو نفس الفلو مستعمل في الدياليسيس مستعمل في الهيمو فلتريشن برضه نفس الفلو بس التراك هتشوف حاجه على المكنه التراك مختلف تحركه مختلف هتشوف حاجه على المكنه حاجه ده جابت المكنه العاديه شايفين الفلتر الفلتر اهو شفتوا الفلتر ده الفلتر ده اللي هو يعني دروبه حرف عشان برضه عشان ما نجيش في لحظه ضعف ولا انا هستعمل ده ولا هيعمل هيمو وهعمل له هيمو فلتريشن على الفلتر العادي ما ينفعش لو هستعمل سليب يبقى استعمله من غير انفستمنت واستعمله دارزس بس يحط له فينو فينا سيمو بس نفس الفكره من غير انفستمنت كان حد خد باله؟ 100 لكن الفيديو بيوريك الطريقه فعلا الدنيا ماشيه ازاي والقصه ماشيه ازاي بترتيبها وبظروفها كبيره جدا يعني. طب الهيبرين بيتاخد ازاي في الاستاذ؟ نعم الهيبرين بيتاخد ازاي في الاستاذ؟ ده الهيبرين بيتاخد بالفكره الطبيعي؟ تمام على الكراوز يعني هما مثلا في العادي بيبقوا مثلا بيدوا في الاول اللي هو اللاين بيمرروا زي ما انت عارف هو المفروض الهيبرين بيتاخد في الرجل الغسيل بناء حاجه اسمها الاي سي بي المفروض في جهاز كده موجود في المكان لكن بتاخد بالخبرات هنا بتاخد بالخبرات وفورمنج البي تي تي ملي محدش بيقول لك انت اعملي وانت بتعملي البي تي تي وبيكون لازم ما هو كده انا بكلمك ما فيش حد بيغير بناء على الافراد ما فيش حاجه اسمها كده الافراد ما بيغيروش يعني لو بيش هو بيقول ملي بيغير لو بيش ملي بيغير لو بيش الكرون ليفر ديزيز ليدر ما تدروش ما تدروش ما ده اللي قلناه في قلب الجوائز قلناه ادي صباح الفراشة قلناه ادي هيبارين ادي هيبارين اوريجنال هيبرونيزيشن هيبارين مع فورتامين صفيت كل دي افيلبل اوبشنز موجودة على الموضوع حسب البي تي تي يعني انت عارف البي تي تي من 40 ل 50 خليه في الرينج ده لو البيشن تكون ممكن تبقى بزيزة لو يعني لو غسل خد مريض في ال ما تديش مريض جو خد يعني ميديكال كوليكال اللي عمل كده مسؤول يعني انت المسؤول طبعا واحد واحد بياخد ورفرين او بياخد كومادين وفي الاخر خالص اي مرض بتاعه ثلاثه لا هو كان باشا الكورونا كده بس هو حضرتك عامل اسبوع وعامل تلاته مديكيشن ساعات البشر ساعات البشر بتتكلم علم استنى بتتكلم علم قبل ما تلمس العيان وتحط له السنترال لاين لازم يكون عندك بي تي بي تي تي اي ام ار انك حضرتك ممكن تروح تلاقي اي ام ار من السيبسس بتاع العيان ثلاثه او اربعه وتروح تحط له مرض يعمل له مكتوب موجود انفلونسر لازم يكون عندك بيز قبل ما تشتغل لازم يكون عندك بيز وتكون تشتغل بشغل مظبوط لا كل الافتراضات ده بقى احنا ممكن نقعد ونقول افتراضات زي ما احنا عاوزين لكن هشتغل ما البس العيان لما يكون عند قدامي بي تي بي تي تي واي ام ار قال لي الكوزوين بقى قبل بس ما صحى من كده عشان ما صحى من كده ما حدش يعرف بشر اول حاجه في الهيمو بايلر الستيبل بيشنت استعمل مين؟ السي ار ار تي اول تاني في الهيمو دايناميك الستيبل بيشنت السي ار تي لازم اعمل ادجستمنت للدوز ودي موضوع مهم جدا وبيخسر في الانتي مايكروبيال ثيرابي السي ار ار تي محتاج تيم وورك محتاج تيم وورك ما حدش يعرف يشتغل ده سي ار تي ولا جنرال نفرولوجي من غير ما يكون عنده تيم وورك. النقطة الأهم بقى أشوف السيركمستانسز خبرات الناس اللي موجودة إيه. أنا عاوز أبدأ سير أر تي وعنده طموح وراجل اللي عايش في السماء لكن اللي عندي المكنة ولا عنده ستوك ولا عندي خبرات ولا عندي الكلام ده كلته أفكر في البدايل بتاعتي قبل ما أحط برنامج الإيه؟ السي أر تي. أحط سليب أعمل إحنا في 2010 لما رحنا الدوري
حطينا الهيموداليسيس في الاي سي يو بقى كان سنه 4 سنين عشان ابدا اتكلم الناس بتشوف الريزلتس طالعه ازاي والقصه طالعه ازاي وبعد كده اقول لهم يا جماعه في مدلس احسن وابدا ازق الكلام واحده بواحده من الاي سي يو عشان هم اللي يجرم هم اللي يدفعونا ان احنا الايه نجيبها انا اتمنى في النهايه ان تكونوا فهمتوا القصه ووصلتكم اتمنى زي البي دي يكون وصل لكم الموضوع ده واشكركم شكرا جزيلا يلا يا باشا في شركة مطبعة مصرية وكلاء تدريب في مصر. أنا في التريننج على مطبخ الزيت وطبعا دي فرصة كويسة كمان يعني أتاح لي إن أنا طبعا أبقى مستوفى في الورك شوب وإحنا هنقول الموضوع كله هو يزيد لبعضه تقريبا إحنا هنكمل ونبني على الكلام بتاع اللي الدكتور أسامة قاله فده إحنا بنبني عليه. شفنا الجزء العلمي أو الجزء اللي فيه جزء ميديكالي قوي فبرضه من يعني فرصه ان احنا نشوف التكنيكال هي المكنه بسيطه وسهله جدا بس هي محتاجه فعلا ان احنا نبقى تيم ورك بلس ان انا يبقى عندي كونسبت كويس وانا مقتنع تماما بالكير ار تي وعارف ان انا بشتغل كير ار تي وعندي تارجت عايزه احققه. اغلب الناس يعني ماي بريفيس اكسبيرينس بتشتغل متاخر دي يعني مشكله في حته الكير ار تي لان ما بيطلعليش النتيجة اللي انا بتعب بيها وباخد بيها الديسيشن وبتكلف كوست وبقعد ناس في الاخر ما باخدش نتيجة مرضية ليا. هي الفكرة ان احنا دايما نقول للناس لما تيجي تشتغل فيها راسي لازم تبقى اول حاجة متأكد ان انت عندك الديسبوزابل وعندك المحاليل وعندك اللي يقدر يشغل المكنة لاني مش هوصل المكنة واطلع اجيب لا هقف وهكمل لغاية لما اشوف لاني مش مشكلة في التوصيل ولا التركيب المشكله في المونيتورنج المتابعه انا اتابع واشوف الدنيا فيها ايه واخد الديسيجن هقف العين على المكان. يعني اغلب الناس اللي اشتغلت معاهم سيرا في ممكن يمكن اكتر ناس ريحتني الكارديو سيرجن ودي حاجه غريبه ده حقيقي اكتر ناس اكشن سريع جدا في انهم ياخدوا الديسيجن سيرا في واحسن يعني سرفايفر في حالاتهم هم ليه بقى؟ انا هقول لك على حاجه انا كان في معايا كارديو سيرجن ابن سعودي كان يقول لي كده ان ربنا فوق وسيء الارض تحت. تخيل بقى الترم يوضح زي ما بيقولوا سعودي يعني كبير منظور الاسم ده ليه؟ لان السي ار تي مع البوست كارديو سيرجري بيحافظ على الهيمودايناميكس مش عشان ما يهموش العين اللي لسه ما نزلش كده ويهموا العين سفايف عشان بقى بوست كارديو عشان بوست كارديو فكان ده بالنسبه لهم في غرض الاهميه طبعا راح اشتروا 4 مكانات من كان عندنا 12 مكان راح اشتروا 4 مكانات عشان هم ياخدوا القرار يرسلوا العلم والظاهريه يحبوه في المكان ويحبوه في البروسيدور نفسها. اتفضل. فهو حتى دي من ضمن الحاجات اللي انا بقى يعني بعتبرها تشالنجر ان انا بشتغل مع كارديو سيرجري وبيكلمني ويقول لي لا انا عايز الزيت فلو على كذا وانا عايز البوتاسيوم بتاعي ما يقلش عن 4 كلام حقيقي لا لحد عنده نولج لحد عنده نولج مش اي يعني واكتر من حد واكتر من مكان فدي حقيقه انا ببقى مبسوطه جدا لما بلاقي الكارت بتنشر ببقى عارفه ان حالتهم بتبقى فعلا وعايزه اكتبها صحيح. طبعا احنا ما نقدرش نشتغل على السي ار تي على فيستولا زي ما دكتور اسامه اتفضل وقال دايما بنشتغل على الهوكر او الفيجرال كاستر عشان البامب هنا بتشتغل على البامب قليله جدا فانا كده بحول بحط الفكره بتاعتي في ريسك ان يحصل لها اي مشكله. وكمان في حاجه مهمه ان هنا عندي المكنه موفابل بتروح العين في اي مكان فدي بالنسبه لي سهله. الديسبوزابل بتاعتها كلها وان يوز بتستخدم في التريننج بعد كده فبالتالي ما بيبقاش عندي دايلمت سيفي عنده هيباتيتس سي الكلام اللي احنا بنسمعه ده بنخاف منه لا ما عنديش الكلام ده كله اي كان وعنده اي نوع ان شاء الله حتى اتش اي في يعني. بتستخدمه كتير مره واحده ومفيش طبعا مش مرتبطه بمكان ان هي مش بتحتاج اي حاجه ما بتحتاج فيش الكهرباء بس. لو احنا بصينا على المكنه هنا هنلاقي متقسمه عندنا تقريبا يعني 4 اجزاء فوق وتحت دول عباره عن سكيلز موازين ده سكيل 1 سكيل 2 سكيل 3 سكيل 4 عندي 2 للان و2 للاوت. ايه 2 للان و2 للاوت؟ احنا قلنا ان الهيموداليسيس
يحتاج من صاحب العلاج لازم تتلوث بهالديت سوليوشن. طبعا دي هو نفس نوع المحلول اللي احنا بنستخدمه للزيتون، هو نفس نوع المحلول اللي احنا بنستخدمه للزيت، بس بيفرق في الدايركشن. الدايركشن بيخش على الفلتر والبليسن بيخش مع البلاد، تمام؟ وطبعا دكتور اسامه شرح الفكره بنخش مع البلاد دي. بننزل على ملتي الشاشة، عندي ترافيك لايت طبعا ملتي فلتريت اسم المكنه، وملتي هي ملتي فلتريت وملتي فانكشن ملتي موداليتي، هي فعلا اسمها ودين ملتي فلتريت لانها ملتي موداليتي وملتي فانكشن، بتشتغل على انرينال بيشنت ورينال بيشنت. دكتور اسامه اشرح حضرتك قلت القصه بتاعت انرينال بيشنت ورينال بيشنت، احنا بنشتغل على حالات اوكي؟ بص بقى فدي طبعا فدي طبعا بتبقى بتختلف، انا مش كل عينين لينا عشان احط المكان عليهم، لا بتبقى لينا فيجن وعن لينا فيجن بتختلف. عندي حاجه اسمها ترافيك لايت اللي هي اخضر واصفر واحمر، الاخضر اللي ما فيش في الكهرباء والاصفر اللي بيكون في التشغيل، والاحمر في حاله الالارم. والالارم بتعمل لي ثلاث حاجات، تديني نور وبتوقف لي الباب وتديني الارم عشان وورنينج مسج. هي بعيدا عن الموازين، هي مكان دارج يعني بعيدا عن الموازين اللي فوق وتحت دول، هي مكان البيت يعني اير دكتور وفينس وارتيريا وتيم بي، نفس التعامل مع المكنه هو نفس التعامل مع الاكسترا كونتريول سيستم العادي اللي هو بتاع الدياليز العادي. فرق ان نوع العين هنا يختلف، وفرق ان المونيتورنج يختلف. انا بشتغل اجريسيف دياليز، وفرق ان انا بشتغل على سي ار ار تي، الموضوع بيختلف تماما. بعد كده عندي مفاتيح التحكم اللي هي الاون والاوف والستارت والماوس اللي بس اوكي لو عملت كونفرميشن على اي حاجه. عندي البلاد بامب وعندي السيلف بامب اللي بيطلع لي الويست، تمام؟ وانا اخد ان هو بنا ان هو كل حاجه باللون كلر كودد في المكان. عندي الدايلزيت بامب وعندي الريبليسمنت او السبستيوت. السبستيوت هنا اتقسم جزئين، يا اما ريزوليوشن يا اما بلازما او البومين في الممبرين. بلازما في بريشن يعني المكنه فيها مديول فيها مود بتاع الممبرين بلازما. وعندي طبعا هيتر عشان يدفي لي المحاليل درجه الحراره اللي هي اللي انا عايزها 37 او اوكي. بس في المحاليل بس احنا عندنا هيتر ممكن نستعمله في حالات اللي هي الايس سؤال ثاني عشان مائده الغسيل فيها كم فيها كم بمب؟ يعني بمب استنى بس هو حاجه رد عليا حد يرد عليا بس رد عليا دي اللي ده مش ازاي ده الغسيل فيها ايه طوبه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لو انت راجل عندك خبره عميقه في الغسيل، اول ما بتخش وحده الغسيل وتشوف المكنه تعرف ايه امكانياتها. يعني انا دخلت اهو لقيت في مكنه فيها بمب، طب انت عندك مكنه تعمل ايه وفنتريشن؟ ليه؟ المكنه العاديه فيها اثنين بامب، واحده للدايلزيت واحده للبلاب، بقت انت بتاعت ايه؟ للبيزنس. المكن الجديد اللي نازل اللي بتعمل اونلاين اسمها اونلاين هيمو دايفلتريشن. حد يعني عارف يعني اونلاين هيمو دايفلتريشن يعني ايه؟ كلمه اونلاين يعني ايه؟ مش على الانترنت. كلمه اونلاين بتتم اثناء الحدث. اونلاين تتم اثناء الحدث نفسه. تروح تشوف مؤتمر للاونلاين ريجستريشن. يعني ايه؟ هتروح تدفع فلوسك وتعمل لك ريجستريشن. اونلاين هيمو دايفلتريشن يعني انت هتعمله بناء على حاجه، المكنه نفسها هي اللي بتعمل السبستيوت او الريبسمنت فلويد، هي اللي بتعمله وانت اللي بتحدد الريت. دي لو كانت فيها ثلاثه ايه؟ بامب. طب البامب الرابعه بتاعت ايه؟ بتاعت الهيباريه. في مكان كتير جدا على فكره في العالم مش دي بس اللي موجوده. وفي مكان في ثلاثه بامب بس. الرابع بيقول لك انت اعمل ايه الهيباريه انت على بامب بتاعتك انت وانت حر معاه. ماشي؟ طب فعندي الفور بامب دول كل بامب ليها فانكشن، احنا قلنا في البلاد بامب والفلتر بامب والدايلزيت بامب والسبستيوت او الريبسمنت. وعندي الابر هيتر واللي هو هيتر، وكل بامب من دول هيتر بتدفي المحلول الداخل. طبعا عندي الاير ديتكتور والاوبتيكال دارك لايت ديتكتور والبلاد ليك ديتكتور. وعندي سيرنج بامب موجوده هنا في المكنه زيها زي السيرنج بامب العاديه، بحط السرنجه الخمسين الديلوشن اللي انا المفروض اديه للعيان واديه كل ساعه، تمام؟ وده عندي فلتر هولدر، تمام؟ لو انا بصيت على المكنه ورا ما فيهاش اي حاجه، مفيش كهربا بس مكان الام والاخ. طبعا العجل اللي قدام بيلف، العجل اللي ورا ثابت عشان الامان، زي العربيه كده قدام بيلف واللي ورا ثابت عشان الامان، اقدر احرك المكنه زي ما انا عايزه.
شايفه مثلا اول ضرر في عندي هنا علامه كده، هي علامه القلب دي شايفينها دي، عشان لو انا العين قررت لو انا عايز اعمل دي في شوك مش لازم اقصه من على المكنه، ما تخليش اي مشكله، ما عنديش حاجه اسمها اف بي تشينج، انا احطه على المونيتور اعمل اف جي والمكنه كونكت بالعين مفيش مشكله، لان هي اوريدي مكنه انتنسيف. يعني هنعمل ايه الجزء ده هنعمل ايه؟ يعني ندخل فيه ازاك معين؟ لا مش اي حاجه، هي ده العلامه دي معناها ان انت تقدر تشتغل سي بي ار 50 يعني مؤمنا، ما يحصلش حاجه اسمها ان العين تحتاج كهرباء او يتلسع او يتحرق او بيرنج او اي حاجه من التعامل مع المكان ده. مكان الجاك مثلا ولا ده ايه؟ مش اي جاك، هي علامه بس ساين بس ساين بس بتوجهها زي اشاره المرور لما تكون خبط عدي لما تكون حمى توقف. يعني في اجهزه ممكن تعمل اف بي تشينجر، دي مش مفضل انك تعوضها في الاي بي. بفتح الزرار من اول مكان الاول زرار بالراحه، بفتح فكر طبعا فريزينيس ميديكال كير، ويقول لي الفيرجن 4 اللي هو اخر فيرجن ده زي سوفت وير تست كده اوكي. وبعدين يبقى انا بدخل في الفانكشنال تست. الفانكشنال تست بتعمل اختبار على كل حاجه في الفانكشنال تمام، بتقول لي ايه بريبريشن فور فانكشنال تست، دي عايزه هتحضر التست بتاعها بالظبط 90 ثانيه دقيقه و30 ثانيه تمام. تقول لي ستارتنج كونديشن، تقول لي نو سوليوشن باجن سكيل 1 اند سكيل 2، مفيش محل سوليوشن رقم 1 ولا مجال رقم 2. نو فلترد باجن سكيل 3 اند سكيل 4، برضه مفيش اي فلتر للباجن بتاعتك. نو تيوبنج سيستم انترنت، باختصار المكنه تبقى فاضيه تماما كده زي ما احنا شايفينها، تقول لي اول كونديشن فول فيل وفي تكنسل مود. عشان في كام من الاسئله. تقول لي نو، تقول لي ان الهيبرين بتاعت المكنه دي 50 سم. يقول ان الايد بتاع الباك بتاعها بيحسب 10 كل شويه 10. طب حد يقول لي، يقول لي بقى الايد ده هشيله وارميه؟ لا، الايد كلها بتقعد 48 ساعه. الفلتر بتاعنا حاجه اسمها اي بي ال اللي هو الهاي بروف، لو مش اي هاي بروف، انا عندي اف 60 او اف 80 الكلام ده كله، لا عندي حاجه اسمها اي بي ال الفلتر ده مخصص للسي ار اس، حتى هو مكتوب عليه كده كونتينيوس فينو فينس نو فلتريشن مكتوب كده. فعشان اشتغل سي ار تي لازم يبقى عندي فلتر بتاع الماك. طيب والمونتورنج بتاع الباك بتاع الفلتر الباك دي بتقيس 10 لتر بتتفضل، في عندي طريقتين مفضيهم بيها، يا اما افضيها في باسكت او مكان كونتينر افضيه، يا اما اشيلها واخدها على اقرب طرف بتفضل وترجع في الثاني جاي يضرب لك بالظبط. طيب احنا دلوقتي عشان نقدر نركب الوصلات بسهوله، بيبقى عندي الحاجه بتاعتي بتبقى متحضره، تبقى متقسمه عندي للفلتر تمام. طبعا احنا بنستخدم الاي بي ال، انما ده من ليفل 4 تريننج اوكي. ده بتعمل تيست على الصوت عشان تشوف هو شغال ولا مش شغال. عندي الهيد لايف والريبليسمنت فلور لايف حتى بنفس اللون بتاع البامب تمام. عندي الكيس نفسها اللي هي الكاسيت نفسها، والكاسيت دي بقى نفس حتى الالوان بتاعت البامب بتاعتنا. وطبعا عندي الفلتر الباك اسمها ايه؟ اللي جمع فيها الدرينج اسمها ايفرون باك. ايفرون باك ايوه زي اليورو باك بالظبط تمام. واللي حتى كاتبه لي 110 لتر الفرنجة 50 سم تمام. عملت التست خلصت التست بتاعها، ما اقدرش ان انا ديورنج التست احط اي حاجه على المكنه، استنى لما المكنه تخلص التست وبعد كده ابتدي اركب الوصله. عندي هنا حاجه اسمها ايفنت بريف ديستريكتنج اللي هو اخر جلسه اشتغلت عليها، ايه الالارمات اللي حصلت والمشاكل اللي فيها. تاني حاجه تريتمنت هيستوري، الجلسه اللي اشتغلتها انا عملتها الكونسنتريشن قد ايه؟ اديتها قد ايه هيبرين؟ اشتغلت كام ساعه؟ كل الداتا بتاعت الجلسه الاخيره موجوده هنا، وكل جلسه بتلغي اللي قبلها. عندي كونتينيو بليفيس ريتمنت نفس العيان، اشتغلت جلسه امبارح وهكمل جلسه عليه النهارده، واخش في كونتينيو بليفيس ريتمنت واخش فيها في ثاني سؤالين، ريتيرن بالانس داتا ولا ديليت بالانس داتا؟ لو انا عايز اكمل اقول ريتيرن، لو انا عايز افتح وابدا من اول جديد واقول ديليت. وفي اللفت نيو تريك دايما اقول للناس، سواء انا اشتغلت جلسه وعايز او عايز اخش في نفس البتاع، دايما اقول للناس خد في اللفت نيو تريتمنت عشان احنا عندنا بور كوميونيكيشن، ممكن يحصل اي ميتنج في اي حاجه، فدايما اقول في اللفت نيو تريتمنت. حتى ما بعلمش التمريض ولا في التريننج
على اي حاجه من دول غير كليك نيوترال. اول ما تبقى عندك تختار كليك نيوترال، لان لو علمتها التكه دي هي تدخل فيها وممكن تلخني انا في قصه ومش اخش على كليك نيوترال تقول اوكي جابت لي التريتمنت مدرج للدكتور اسامه العلي اللي الستاف اللي هو البروتوكول اطراف البيشن وبيجيب لي هيمو فلتريشن والبريمو البوست هيمو فلتريشن وهيمو دايلسيس وهيمو دايلسيس. هنختار احنا الهيمو دايلسيس زي ما اتفقنا نبدا على بروتوكول احسن على هرمون مودرتي والاحسن نبدا بالاصعب عشان لو حبينا ننزل ننزل بسكوت تمام. اخترت المودرتي كانوا مشاكل انا عارف كانوا شايف الرد بتاعكم بس دول عايزين بي دي سي بقى. هو المفروض كله يعني يبقى انا عندي كل المودرتي واختار اللي انا عايزه. الستارتنج كونديشن بتقول لي استخدم البلاد لاين الستاندرد بتاعت المكنه، يعني ابقى عارف ان هي دي الكيسه بتاعتها وان دي بتاعت المكنه بحيث انها ما تفتحش حاجه مش مطلوبه. كونديشن في الفيلد اوكي بيجيب لي خطوات ترتيب وتنظيم. حتى لو انا ما خدتش تريننج على المكنه اول مره اشوفها، لو انا قريت الكلام ده هقدر ارتبه من الفيلد تمام. هعمل ايه؟ هشوف الخطوات دي بتقول لي ايه وابتدي ارتب. أول حاجة بتقول لي open the door of blood box filtrate box. إيه ده؟ optical detector و blood detector. الجزء اللي المكنة فتحة و الناس المكنة اسمها لي جزء أنا فتحة. هعمل إيه بقى عشان أدخل الكلام ده؟ طبعا هي بتبقى جاية لي مشبوكة بس احنا عملنا ليها تريننج يومين ففكت تمام. دخل براحة كده ثبت الدينة. انا كاتب المكنة خطوة خطوة خطوة. لا بس انت عارف الجي بي اس؟ عارف الجي بي اس؟ ده جي بي اس بالظبط باللون بالشكل بالجميل. بتقول لي بقى ايه؟ سلايد بأرتيريال لازم ادخل بالكده بس عشان اتاكد منها فضاء سهل لان الرابطه مع بعضها لكن هي اسهل من كده بكتير. بري فلتر لونه ابيض
وعندي ارتيريال خاص بالارتيريال. حضرتك الكتمه اللي معاها ورقه انا بقول ده مش ورقه هي مكتوبه يعني انا عارف مين ان حضرتك اللون واللون نفسه مع اصفر مع اصفر واحمر مع احمر وازرق مع ازرق والمكنه اسمهم بص حضرتك ازرق مع ازرق ابيض مع ابيض احمر مع اصفر واصفر مع اصفر تمام الارتيريال اند فينس انت بتستريكونيك الفينس والارتيريال هما العاديين بتوعنا بتوع الفلتر العاديين. طب هو متركب هنا فين الاحمر؟ تحت مركب واحد مركب الازرق خارج منين؟ من الفينس. وبعدين سنتريكونيك خارج من الفلتر الباك او فلتر البامب العادي بعدين بتقول لي كونكت ذا بيشنت لاين ايه ان ذا لاين باك والبي ام كولكتنج باك بيبقى عندي هنا لاين ايه لاين ايه ولاين بي. طب ايه هما دول؟ اللي هما الفينس والتيرا توني ده بركبه في السلاين عشان اعمل منه البرايمنت وده مش احنا في البرايمنت جبنا لي شويه محلول كده في الاول ده زي الباسكت يعني كولكتنج باك عشان الانفكشن هنا كلها بتبقى مقفوله عشان ما يحصلش ايه اي انفكشن من عينك لان هنا نوع العيان يختلف يعني احنا بنشتغل دايما على العيان الاي سي يو ده معرض للانفكشن ومعرض انه يحصل اي مشاكل فيه اكتر من المشكله اللي هو فيها فده يبقى جاي كده مترتب بعلقه هنا على الحارس وركب ده في الصلاين بعد كده لما اجي اشتغل وبعدين تقول لي انسيرت ده في التريك او سليك ان ذا بلازميك ليك ليه ده في عند البلازميك وليه في التريك او ليه بيخش هنا؟ احنا البلازميك ده لازمته ايه؟ عشان لو في اي ليكج في الفلتر يحصل تسريب، التسريب ده هنا بيجي من 0.5 يعني من نص مللي، الفيش غير اللون يوم ما يجي الارم يقول لي في بلازميك. انا لحد دلوقتي تقريبا ما شفتش ولا مره الحمد لله بلازميك، بس بدل ما هي مكتوبه في الورق يبقى بتحصل يعني. ده الفلتر الباك اهو ودي اربع فتحات بنعلقه على الميزان وبيتفتح وكده مقفول وكده مفتوح ليه دايركشن وحتى رسم لي ازاي افوت دي وازاي اعمله ايه ازاي الحاجات اللي انا ما ينفعش ان انا افوت واعمله كده عشان ده غلط تمام عشان كده لازم تكون المكنه واقفه واقفه ستيبل ما تكونش بلاطه وبلاطه تكون فيها من دي بركب كده للاخر طيب هعمل ايه بقى كده لازم اوصله هي دي كل بقى اللي بيخرج من الفلتر اهو والدم دخل وعدى وحصل له كليرنس واللي حصل له بقى من الفلويد الدايلزيت والريبليسمنت فلويد الالترا فلتريشن كله طلع لي من الوسط رايح على عن طريق البمب اتسحبه وراح على فين؟ على الصرف على الجزء. خلصت الجزء الاولاني ده الجزء ده ثابت في جميع انواع العلاج هعمل كونتينيو فيلو في نفس الكلام من ده هعمل بلازما هحط ده هعمل استاف هحط الجزء يعني كل ده لازم كل العينين فلتر وكاسيت وفلتر الباقي اللي يختلف بعد كده التركيبه الباقيه كونتينيو ترن الاوكيس ليب هلف الاوكيس ليب هيجيب لي الدانزيت لاين تمام مرشح مش لو انا حتى خايف من الكونتينيو لو انا بصيت على الرسمه هلاقي ان الاحمر ده انا مكتوب في الفلتر ده خارج من الشمبر انما حضرتك بتقول عليهم خارج فادي اللاين اوف
الانجكشن عشان ممكن اللي ده بيشيل 12 كيلو اقدر احط حسين معلول لان الكيس حوالي 5000 تمام وعندي ووتر لاين لونه اخضر برضه وعلامه عندي كده نفس بنفس اللون عشان ما يقعش على الارض وده عليه الايه؟ المحل احنا مفيش حد فينا شاف كده ار تي شغال فيه فين؟ مش هنا في مصر يعني حدش شاف في ار تي شغال خالص في مصر عندنا شاف في السعودية يعني شاف جبس ار تي؟ بفتح نظام وبدخله كده في تهنين عندي بوك بس انت وعمل قالوا بالنهار بيستعملوا لهم نهار في ديزي ساعات تكنيك مين هيقول لي راح فين؟ بيسقعوا بيسقعوا لغايه السيد انا فين انت سيدنا؟ ده انت رايح فين؟ عارفه طب ودي ده الشكل بتاعنا اللي هو فيه شنطه كابتن بتاعنا والبينا في الارض تمام؟ طيب فاضل حاجه واحده ايه هي؟ فاضل حاجتين ايه هم؟ الاسمنت والكيرنج هيبل تمام؟ ان شاء الله ابيض احنا قلنا البلاد بيبقى معاه الريبليسمنت بيبقى معاه بلاد عشان يعمل الكونفكشن يعني ليه انا بحطه بوست فلتر يعني لان دي مش مركزه فيها ده اللي بيرين سرينجا بلف خلصنا اللي احنا عملناه ده سوني كونتينيو تبي ريكويز الليكتور بجيب السرينج بومب هيبرن اهي وعندي اللاين بتاع هيبرن عشان ما اجيبش اي ايه حاجه من بره بركب اللاين
اونلاين كده بالراحه وبعمل دي ديليشن احيل سنه كده ايه من المحلول بتاعي و دي السيرنج هبري. لو انا عايزه اطلع فوق بطلع فوق بدوس بوشة، لو عايزه تحت بوشة واحده بتنزلني بتاعتي طبعا عشان اقدر اتحكم في ليفل السيرنج بتاعتي. احنا عارفين كلنا ان بالي على المكنه احنا عارفين كلنا ان بالي بره الثلاجه وهو بيتحلل بيبوظ بعد 5 ساعات، فلازم ان بعد 5 ساعات اغير اغير يعني احط هنا برك السيرنج كده كونتينيو بكيف الشكل النهائي بتاع المكنه وبتقول لي بقى راجع اللي انت عامله شوف ايه ده زيت في المكنه رقم 1 رقم 2 ودايما تقول لي لازم نراجع على كل حاجه. احنا لو قرينا باختصار لو قرينا خطوات خطوه خطوه هنوصل لان احنا نعمل التكتل. مش المهم ان احنا يعني نشوف تكتل التشغيل ده اكتر حاجه، المهم ان احنا نتابع ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي نبقى عارفين قد ايه وهنجي ادويه قد ايه وهنعمل جادت ولا حاجه الكترايد هنشوف الدنيا فيها ايه عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي احنا شايفينها. ويفضل احنا غالبا بتاع الهيبر غالبا زي درس العيش على حسب الحياه هو بيبقى من 10 ل 20 انترناشونال يونت بتيجي للاول فاكر الكلام من العيان 10 او 20 بتيجي ال كودي ده بقى بعد التشغيل كل بلاد بامب عندي من 10 ميجا لحد 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 خلاص افرض اشتغلت 12 ساعه والعيان خلاص ما بقاش محتاج مني ديالتين مش عايز ولا كرياتينين او كرياتينين اتحسن وكل الدنيا بس انا عايز اشتغله شويه على البلازمين هعمل اوف للديالتين بوان كليك هقف عليها واخليها اوف. لو انا عايز اغير اخليه ديالتين بس بدل سبستيتيوت هعمل نفس القصه هعمل اوف بكليك واحده على الصف. لازم يكون اختيار الاول من اول هيمودايف فلتريشن يعني اقدر لا مش عارف اختار في الاول هيمودايف فلتريشن بعد كده شفتك بقى من موت وموت زي ما انا عايز. لان لو اخترت موت مثلا ايه مدلسل وعايز اغير هقف اوف كده واقف وارجع ابدا من اول موت. شوف كل الوصلات يعني؟ طبعا لازم ارجع الدش واختار موت من اول موت. فالافضل ان احنا نختار من اقرب من كل البامب بتشتغل نفس الفلو يعني او هي كله بيشتغل على كل البامب بتشتغل نفس الفلو، البلاد بامب بتشتغل الفلو اللي انت عايزاه وكمان بتشتغل من 80 لحد 120 لو كان كان فيها عربيه. ده الزيت وال على حاجه بتدوز انت حاطاها انت حاطه ده الزيت مثلا 20 مللي بر كي جي بر اور ماشي وحاطه الريبليسمنت فلويد 30 مللي بر كي جي بر اور هيمشي كل بمب على حسب اللي انت حاطاه. اللي هيبقى عندك ثابت هو البلاك بمب اللي مش هتغير والالتر فلتريشن بيجمع طبعا الاثنين مع بعض ويخرجهم للشغل. ادي الاحمر ودي الازرق شوف شايفه
انا معاك خالص.